الثالثة هي تتعلق بالنصوص القانونية اللي تتهم الدعم ديال القطب المالي للتضامن. النصوص الثالثة هو الدعم ديال المقاومة. قام هذا القطاع بإصلاحات حقيقية على المستوى الجبالي لمعالجة المتأخرات ديال الطريق على القيمة المضافة. المعالجة للمتأخرات على مجموعة من الإدارات والمؤسسات العمومية الأكاديمية المنجل والمكتب الوطني للكهرباء المنجل، وكذلك تم التوجيه لمجموعة من الإصلاحات التي تتهم المنظومة ديال الأجل ديال الأداء، بحيث أن هذه المنظومة ديال الأجل ديال الأداء إصلاح عميق من حيث الناحية العملية، بحيث تم تسوية فوقية مجموعة من المقاولات، ولكن من المهم النظام الذي تم إعادة الموظفين بحيث تم تحديد أجل ديال الأداء، وتم القيام بإصلاح عميق لهذه المنظومة. إذا هذه الإصلاحات كلها النتيجة ديالها اليوم هي